بسألك، منو كنت تتكلم اللي فجر عواطفك وخلاك تبكي؟ شو أنا شايف موهبة التنصت هي اللي انفجرت عندك؟ أي تنصت يا رجل، حرام عليك. أنا يلا أسمع صوتك، بس واحدة من إيجابيات السجن إنه يقوي السمع عندك، خصوصا النظر ما له قيمة هني. المهم تعال قاعد تقول لي شو اللي مضايق خلقك، شو مزعلك؟ سمعت إن بنتك أو شيء كذي. أنت تخرجت معهد البالي وترفعت لصف أعلى. بالي بعد؟ إيه طبعاً الحمد لله. يا حسافة، ما قدرت تكون معاها بفرحة تخرجها. بس بسألك سؤال شاغلني، زوجتك وعيالك ما يستغربون من غيابك؟ يعني لا بعيد لا بفرح لا بحزن ولا بكورونا ولا بحجر كنت معاهم، شلون نفسر لهم غيابك؟ أنا قايل له إنه أنا مسافر. شنو هالسفر اللي ما في رجع؟ مين قال لك إنه أنا ماني راجع؟ خليني أقول لك شغلة، طول ما أنا هني لا تتوقع إني أسمح لك إنك تطلع من باب السجن، أو أقول لك تفضل يعني. أنت شكلك خرفت وفيوزات أخطأه. على طاري السمع، اسمع النصيحة. على فكرة الحين أنا اللي ساجنك مو أنت اللي ساجني، والباب اللي توه قفلته علي هو نفسه مقفول عليك يا غبي.